السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة النادي الأهلي أمام نادي الشرقية والدخان، مباراة القادمة مؤجلة من الجولة 14، يكون معادها بإذن الله تعالى يوم الأربعاء 15/6/2022، غدا بإذن الله تعالى الأربعاء 15/6/2022، الأهلي في مواجهة الشرقية للدخان. المباراة معادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، والساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة متابعين الكرام قناة اون تايم سبورتس اتش دي 1 الأولى والمعلق محمد الكواليني. ملعب المباراة ملعب استاد السلام، استاد الأهلي والسلام اللي هو استاد وي. مباراة مؤجلة من الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عملية في الفيديو، وانا معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.